مولاي. مريم، قالوا لي إنه حضرتك بالحديقة. آسفة إذا كنت زعجتك. كيف بدك ياني انزعج وشمسي وقمري اجت لعندي؟ سلطانة، صار لي مدة ما شفتك، من وقت ما رجعت من الحملة. أنت ما متخصص لي وقت بنوب. دائما في عندي وقت خصص لك يا. بكرة كلنا رح نروح على قصر السيد ورح نضل فترة هنيك كمان. السلطانة كتير رح تفرح بس تعرف. لا تسمع كلام فريال، ما بوثق فيها. ليش هي ما عم تخدمك يا سلطانة؟ اللي فهمته انه هي عم تخدم نفسها وبس. اليوم ليش راحت على قصر ابراهيم باشا؟ كيف عرفت؟ شفتها وقت طلعت من القصر. بدها تكون راحت تعطيها معلومات للسلطانة خديجة. فريال هلأ عم تلعب على الطرفين ولمصلحتها. إذا بدك بتخلص منها. ما في داعي نساوي شي، قريبا رح تتجوز وتروح، بس أكيد رح توصل هدية بمناسبة زواجها. تأمريني بشي تاني يا سلطانة بخصوص فيروزة. كيفو أخي مصطفى؟ في أخبار منه؟ أمورهم منيحة. محمد قال لي إنه بده يروح لعنده. مزبوط، وأنا كمان رح روح بس يولد حفيدنا بالسلامة. سلطانة، وحضرتك روحي مع جلالة السلطان، قلتي لي قبل إنه كتير حابة تشوفي مانيسا. طبعاً إذا بيسمح لك جلالة السلطان. لسه في وقت، بس يجي هداك اليوم نشوف. مولاي، سلطانة. خير شوفي، اليوم ما في موعد بيناتنا. مولاي السلطان، اليوم المساء حابين نستضيف حضرتكم وعيلتكم المحترمة بقصرنا، وخاصة السلطانة خديجة من زمان ما شافتكم. انت عم تهدديني يا فيروزة؟ كيف؟ وليش عم تقولي هيك؟ أنا كتير حابة إني أشوف مانيسا. يعني عم تذكريني إنه بتعرفي بالموضوع؟ لا أنا حكيت مش لا تحاولي تلعبي دور الملاك يا فيروزة. وقع القناع على وشك. في سبب لدعوة هالعشاء يا إبراهيم؟ مولاي حضرتك بتعرف إنه كان في مشكلة بيني وبين السلطانة خديجة من زمان، وأخيراً انحلت هالمشكلة. منيح، الله يهدي بالكم إن شاء الله. منيح إنك إجيت اليوم، في موضوع مهم لازم نحكي فيه يا إبراهيم. رستم أغا عينته سيد السنجق بتكت، مو هيك؟ مزبوط يا مولاي، بيستاهل إنه نقدر خدماته، هو استحق هالترقية. مو مستعجلين، كل شي بوقته حلو. بس يا مولاي هو أنا بحاجته يا إبراهيم. شو الذنب اللي ارتكبته يا سلطانة؟ لأنه أنا بحبه لمولاي؟ سكوتي كله مشان ما أخسره. لازم حضرتك أكتر وحدة تفهمني، لأنه حضرتك وتشالي جالي. سكتي. هالموضوع إذا في حدا بيدرى فيه رح أنهيكي، فهمتي؟ أنا بوعدك يا سلطانة مريم، لو شو ما بده يصير أكيد سرك رح يروح معي على القبر. رح روح أنا. شو عم يصير؟ أنيس أفندي، لا تخاف أبدا، رح نحكي معك كلمتين بس. ليش مين أنتو؟ وشو بدكم مني؟
الأمير مصطفى هو اللي بعتنا لعندك. سمو الأمير؟ إيه نعم، بعتنا مشان بنتك هيلينا. بنتك عجبته كتير لسمو الأمير، إذا بتوافق هو رح ياخدها على الحرم. قولوا له سامحني، أنا بنتي مخطوبة وعن قريب بدها تتزوج. هي مو مشكلة، نقدر نفسخ الخطبة. شو هالحكي يا بيك؟ العرس بعد يومين وبعدين بكرة عباس بيساوي لنا مشاكل. وينو هذا عباس؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. رح تلاقوا عنا أفضل سجاد بالسوق. تفضل يا بيك. مو جايين لنشتري. هاد أنت؟ مزبوط يا عباس، أنت إلك ديون كتير على أنيس أفندي؟ هاد كان بالماضي، هلأ أنا خطبت بنته ورح اتزوجها عن قريب، يعني صرنا عائلة. مستحيل يصير هالشي. أنت أصلاً شو اللي دخلك بهالقصة؟ انتبه لكلامك منيح وإلا والله رح تندم. البنت ما بتحبك بنوب، وبعرف إنه مجبورة على هالجوازة. هدول الذهبات كل ديون أنيس أفندي، ما بقى في زواج، ومن هون ورايح ما بدي إياك أبداً تقرب على عائلة هيلينا. عم تفهم؟ وإن شاء الله بتحاول تساوي شي عباس آغا وقت نهايتك على إيدي. سلطانة، وينه مصطفى؟ قولي له انه انا هون وبدي اشوفه. الامير طلع بكير، سلطانة الاكل جاهز رح جيبه لهون. انا مو جوعانة. الله يخليك يا سلطانة، لا تساوي بحالك هيك، انا خايفة عليك تمرضي. تركينا من الاكل هلأ. هات شو؟ اكيد شي جارية نسيانته بالغرفة. أنا خايفة هالشال يكون له قصة عند مصطفى. أنا مالي مرتاحة أبداً. ضروري إني أعرف مين بتكون صاحبته. مستحيل يكون هون عبس. نحن لازم نتأكد. لهيك بدي أعرف كل تحركات الأمير مصطفى، مفهوم؟ فهمت سلطانة. ليش لساتك ناطرة؟ روحي دوري عليه بكل مكان، أكيد رح يطالعك من هالورطة. هو بيعرف بيتنا، وإذا كان بده ياني بيعرف يجي لعندي. آه هيلينا، مو معقولة أنت لساتك مو متأكدة من حبه إليك؟ هيلينا، هيلينا. إيه بابا، خير؟ شو في؟ لو تعرفي شو صار يا بنتي. وين أمك؟ قلني قلني. أخيراً إجيت، وين كنت لهلا؟ تعالي لشوف قربي. ارتحنا من عباس آغا لأنه سددنا له كل ديونه. اليوم خلص ما بقى نشوف الشو، وما رح زوجك إياه. عن جد؟ خلص؟ ريتا الحمد لله. هيلينا أنا كتير مبسوطة لك. أنت شو عم بتقول أنيس؟ كيف سددت له الديون؟ من وين قدرت تجيب كل هالمبلغ؟ أنا كنت ماشي بالسوق، فجأة قربوا مني اثنين، قالوا هن رجال الأمير مصطفى. هيلينا كتير عاجبة سموه الأمير وبدو إياها تروح لعنده على الحرم لك. قلت جناب الأمير؟ نحن لازم ناخد احتياطاتنا من عباس، ما منعرف شو ممكن يساوي.
لا تاكل هم حضرة الأمير، أنا كلفت واحد بالسوق ليراقبه منيح. أنت بتحب نجيبه لهون؟ سلطانة؟ مصطفى؟ سلطانة؟ طولت كتير برا، انشغل بالي عليك. خير صاير شي؟ عن إذنكن. ما بصير تطلع هيك وتعرض حالك للخطر، لازم تنتبه يا مصطفى. هيام عم تستنى الفرصة المناسبة لتقتلك. شو لازم ساوي يا سلطانة؟ يعني طول الوقت اقعد بالقصر؟ مصطفى انتي لا تخافي بنوب، لا هيام ولا اي شخص تاني بيقدر انه يأذيني طول ما انتي جنبي. بدي منك تنتبه كتير يا ابني. عن إذنك. واضح إنه رستم آغا حاكي مع مولاي يا نصوح. الأفندي عرف ينقذ حاله. ومولاي شو رأيه بالموضوع؟ مولاي بده رستم آغا يضل هون بالقصر، وأمرني إنه أسحب قرار الترفيه حسب الأصول المتبعة. اسمح لي يا باشا، برأيي إنه ما في داعي تصر على قرارك لهالدرجة. رستم آغا لازم يروح يا نصوح، وبأقرب وقت. ليش حضرتك مزعوج من وجوده؟ هو ما بيقدر يأذيك منوب. إحساسي يا نصوح بأمره ما خيبني. لازم أتخلص من رستم قبل ما يكبر ويقوى، لأنه مستحيل وقتا نقدر إنه نوقف بوشه ونحمي الكل من أذاه وبلاوي، وخصوصا مولاي السلطان. بس كيف رح تبعته من هون؟ بجوز مولاي ما يرضى بهالشي. أنا كل قصدي إنه ما يتضرر حدا بالقصر. صدقني يا نصوح إنه في ناس كتير رح تتضرر من وجوده هون. شو قلت لك؟ فريال شو عم تساوي هون؟ ما حدا شافني باشا. طلعي. كنت عم بتذكر شو كنت تقول. بدي بنت عيونها مثل عيونك وتكون مثلك حلوة. فريال تتذكر وقت قلت لي هالشي يا باشا؟ فريال طلعي برا. أنا جبت لكم بنت حلوة يا باشا، بس أخذوها مني، قتلوا بنتي بدون حتى ما ألمسها أو حتى أشوفها. السلطانة ورا هالشي أمرتهم إنه يقتلوها. هالبنت كانت قطعة من قلبك وروحك، وهلأ حضرتك عايش مع المرأة اللي قتلت بنتك بدون رحمة. شلون عم تتطلع بعيونها قلي؟ كيف عم تلمسها وتقرب عليها وإيديها تلوتت بدم بنتك؟ مو هي اللي قتلتها، ولدت ميتة.
وحضرتك أكيد مصدق اللي عم يقوله. خايف تعرف الحقيقة؟ طلعي لبرا فريال فوراً. انقلعي! مولاي بتشكرك لأنك لبيت دعوتي وإجيت. أنا بكون مبسوط وقت بشوف وشك عم يضحك مثل الأول يا خديجة. وأخيراً رجعت السعادة لحياتكم بعد كل المشاكل اللي عشتوها. إن شاء الله تبقوا هيك عطول وما يصير شي يفرقكم عن بعض. آمين. مين انت؟ فريال خانم، شو اللي جابك لهون؟ في موضوع مهم بدي احكي معك رستم آغا. شو هو؟ رح تخليني واقفة برا. السلطانة ورا هالشي. هالبنت كانت قطعة من قلبك وروحك، وهلأ حضرتك عايش مع المرأة اللي قتلت بنتك بدون رحمة. بكرة رح نروح على قصر السيد مع السلطان. عن جد؟ وانت رح تروح معنا يا محمد. من زمان أنا والولاد ما طلعنا مشوار سوا، والولاد اشتاقوا يرافقوا حضرتك. هيام، مو رايحة أنت معهم؟ والسلطانة رح تروح، أصلاً مو حلو المشوار من دونها، مو هيك بابا؟ لو تسمحوا لي مولاي، حابب إنه أقدم للسلطانة هدية بسيطة. يا سلطانة، أنت روحي وقلبي وكل شيء إلي بهالدنيا. أخيراً قدرت شوف هالضحكة على وشك. من اليوم ورايح قلبك رح يكون هو ملجأي الوحيد يا سلطانة. قولي لي يا فريال، شو اللي جابك لعندي؟ تعرف انه ابراهيم باشا عم يحاول يبعدك من هون، مو هيك؟ عرفت بالموضوع، وقع امر تعييني. مولاي السلطان امره للباشا يخليك هون بالقصر.
ويتراجع عن قرار التعيين. مين قال لك الحكي؟ لا تستخفيني يا آغا، أنا صار لي عايشة هون بهذا القصر من وقت طويل، مستحيل يصير أي شيء بدون ما أعرفه أو حتى أسمع فيه. أنت شو بدك مني؟ الباشا مصر على رأيه، لساته مصمم إنه يبعدك، قال إنه ما رح يخليك بالقصر، وأنا مصيري نفس الشيء، رح يبعدوني من هون لأني بالأخير مجرد جارية. بس إذا متحرك مع بعضنا وقتها ما بيوقفوا بوشنا، وما بقى يجبرونا إنه نساوي أي شيء ما بدنا إياه. خد وقتك وفكر بالموضوع وقل لي شو رح تقرر. أنا كنت متأكدة إنه رح ترجعوا لبعضكن. ما كان عندي أمل بنوب يا ألفت، بس وقت حكيت أنا وياكي بالموضوع هداك اليوم غيرت رأيي. أنا مبسوطة مشانك. يلا، مو معقول نترك مولاي. سلطانة، أنا أجيت مشان هنيكي، نجح مخططكم. أي مخطط؟ قصدي الشي اللي شفته قبل شوي أنا ومولاي، خليتونا نصدق إنه رجعتوا مثل الأول. مو مخطط هيام، من هلأ ورايح ما رح أسمح لحدا يقرب من عائلتي أو يتدخل بيني وبين زوجي. الباشا كان عطول يقول هاي الجملة، بكرة مع الأيام كل شي رح يبان. أنا متأكدة إنه كان يقول هالشي إلك، لأنك الوحيدة اللي بتعرفي تحطي مخططات يا سلطانة. مين قال إنه مولاي السلطان رح يعشق وحدة تسرق له عقله وقلبه؟ نحن كنا مفكرين هالشي مستحيل، بس وقت إجت فيروزة خان ومتغير الوضع. فيروزة مجرد نزوة، وكل واحد عاداني مشان وحدة مثلها، رح يجي يوم ويندم لأنه ظلمني وبعدني عن السلطان. لا تحكي عن الظلم، ما بيطلع لك تحكي بهالموضوع. كم وحدة ماتت بسببك؟ الظالم الحقيقي يا سلطانة هو يلي بيقتل طفل ما له أي ذنب. قتلتي بنتها لفريال وهلأ عم تلوميني وتعطيني دروس؟ صورتها لهي البنت بدها تضل تلاحقك لآخر عمرك، ضميرك ما رح يرتاح بنوم. رح تشوفي. مين جاب لك هاللوحة؟ مولاي، هي اللوحة جاب لي إياها الرئيس خضر وقت الكنة بالحملة. هي اللوحة للرسام تيتسيانو. تيتسيانو؟ رسام إيطالي. بعرفه باشا، تيتسيانو موهوب كتير مثل أستاذه الكبير بليني. ومين بتكون هاي المرأة؟ هاي مرته؟ لا يا سلطانة، هاي جوليا غونزاغا، وحسب ما بيقولوا إنه هي أجمل مخلوقة موجودة بالكون كله. معقولة تكون هي أجمل وحدة بالكون؟ هاي المرة ما بتطلع شيء قدامها للسلطانة هيام، مو هيك بابا؟ مزبوط. حضرة الأمير، بيسعدني إنه تقبل هاي اللوحة هدية مني. شكراً كتير يا باشا. ممكن مولاي؟ مو مشكلة، فيك تقبلها يا محمد، بس أنت بتعرف القواعد منيح، ممنوع أنها تتعلق بالقصر. أنا برأيي ما تعلقها، بكرة بيقولوا إنه في قصة حب بيناتكم.
يلا هيام خلينا نروح. مثل ما بتحب، أنا جاهزة. مولاي رح تروحوا؟ خديجة، اليوم اتأكدت إنك أنت مبسوطة، إن شاء الله بتضلوا هيك على طول مبسوطين. لا تأكل همي. ادخل. سمو الأمير، الطالب تشوفني. ايه تعال فوت اقعد. شبك ليش واقف؟ يحيى انت من وين؟ وين ولدت؟ انا ولدت بألبانيا بمدينة مونوبور، وأنا من عيلة دوكاكين زاد العظم. بعيلتنا في كتير أغوات وبشوات وكمان مسؤولين. واضح أنه أنت من عيلة نبيلة، وهالشي مبين منيح بشخصيتك. ولحتى نكون رفقات عن جد، بهمني أعرف عنك كل شي. رفقتكم شرف كبير لألي. قلي وين الأشعار اللي كتبتها؟ بعد جيبهم، حابب أسمع شي منهم. بعتذر منك سمو الأمير، دفتري بقي بإسطنبول، نسيت جيبه لأنه إجينا لهون فجأة. معناتها بتجيبه بعدين. دفترك الآن بين يدي، لا تخف، سأعتني به جيدا. قرأت كل أشعارك وأعدت قراءتها مرارا حتى فوجئت بأنني قد حفظتها عن ظهر قلب. انبسطوا بالعشاء، مو هيك حبيبي؟ انبسطوا كتير. حسيته كابوس بشع بعدك عني، بس هلأ هاد كله صار بالماضي. خليك جنبي دائما يا براي، ضمني. بنتي شو عملتوا فيها؟ ما فهمت شو اللي بتقصده. قلي لي الحقيقة خديجة، لما بيكون جواتنا في شك صعب نعيش وبالنا مرتاح. قولي يلا، احكي لي شو عملتو. انتي امرتي يقتلوا بنتي. انا ما إلي علاقة بهيك موضوع يا ابراهيم، والبنت ولدت ميتة، مو أنا اللي قتلتها. تعال. خلوا المدعي والمدعى عليه يدخلوا، وخلي الشهود يجهزوا حالهم. صار دوركم.
تفضلوا ادخلوا. حضرتك المدعي؟ نعم يا قاضينا، أنا المدعي. هدول الولدين سرقوا لي صينية بقلاوة، كمشتن وهنن عم ياكلوها مع رفقاتن. وليكونوا عبرة للكل، بطلب من عدالتكن تقطعوا لهم إيديهن. مزبوط اللي عم يقولوا هالزلمة؟ سامحنا يا حضرة القاضي، والله العظيم ما عاد نعيدها، بس اشتهينا البقلاوة وطلبنا منه وما كان طعمينا. وانت يا ولد بتعترف انك عملت مثل رفيقك؟ كنا جوعانين وما معنا مصاري، الشيطان وزنه انه نسرق. طيب بما انه هالطفلين اعترفوا بالسرقة، خلص سامحهم بحقك هالمرة وخلينا نسكر هالدعوة. ما بقبل، اليوم سرقوا بقلاوة بس بكرة ما بنعرف شو بيسرقوا. وشو سعر البضاعة اللي انسرقت منك؟ سرقوا صينية كاملة، قدروها أنتو. القانون بيقول لازم تكون البضاعة المسروقة بتوازي سعر 10 دراهم فضة على الأقل حتى نفرض بحق الجاني هيك عقوبة، وهدول بيطلعوا 45 بارة. الإمام المالكي والإمام الشافعي والإمام الحنبلي بيقولوا التمن لازم يكون 3 دراهم مو 10. وطالما كتير بتعرف بالقانون وبمرجعيته، حسب لي إياها لشوف. 3 دراهم فضة بيطلعوا بحساباتك كم بارة؟ حوالي 13 بارة جنابك. و13 بارة بيطلعوا أكتر من 10، مو هيك يا أفندي؟ لك مو خجلان من حالك عم تطلب مني منشان صينية بقلاوة أقطع إيدين ولال زنبون إنه نشتهوا يأكلوا حلو؟ بس يا قاضينا المشكلة. خلاص روح الله معك، ومن هون ورايح لا بقى تعرض أكلاتك الطيبة قدام الفقراء والجوعانين، وإلا أنا راح أعاقبك أشد العقوبات. اكتب: بعد الاطلاع على أقوال الطرفين في القضية، نتوجه بالتنبيه للطفلين لأن قيمة المسروقات محدودة، ويطلب إلى الأهل دفع 10 قروش عوضاً عن الضرر الحاصل. يلا يلي بعده. شو؟ تفضل صار دورك. هاي المرة زوجتي، وصار لها معي أكثر من 8 سنين. من يومين خبروني إنه هذا كان عند مرتي وصار بيناتهم شي مو منيح. لا الحكي ما صار. طيب سكوت سكوت كمل. هالزلمة من زمان بعرفه وكنا كتير صحاب. بالأول ما صدقت، بس كل الناس طلعوا عم يحكوا بالقصة. بس دير ظهري واطلع شي مشوار، فوراً بيجي لعنده وبيعملوا الفاحشة. أنا بدي عليهم 2، وبدي ينرجموا سوا حسب الشريعة. وعندك الشهود ما هيك؟ جارتنا عايشة خانهم شافتهم، ليكها واقفة برا. عايشة خانم، قال شفتي هالشاب عن جارتك وشفتيهم بوضع مريب. من يومين رحت لعندها وكان قصدي اني زورها، دقيت على الباب بس ما فتحت لي. قلت لحالي بجوز ما سمعت، بدق لها على الشباك. وشفتها كانوا بدون تياب، يعني بوضع مو منيح. ماشي، وفي حدا غيرك بوقتها شافوا مع بعض؟ لا كنت وقتها لحالي، بس أهل الحارة من زمان بيعرفوا بقصتهم، والكل بيعرف علاقته فيها. شو بتقول يا أفندي؟ ما صار الحكي أبدا، كله افترى وكذب. وإنتي يا خانم؟ ما صار، أنا ما بعمل هيك شي. جوزي ناوي يطلقني،
فاتفق مع الست عايشة وركبوا هالتهمة البشعة علي. انتو اتنين عم تنكروا هالتهمة مع انه كل اهل الحارة والجيران عم يحكوا عليكم، وبالنهاية ما في دخان بلا نار. خلصني من هالعار يا قاضينا وارجمن. اها، بس الرجم بده 4 شهود، وفعل الزنا بيكتمل لما يكون بمكان عام علنا وبغاية التشهير والإساءة الفاضحة للأخلاق العامة. ولهذا السبب عقوبة الرجم بدولتنا لحد هلأ ما حدا فرضها أصلا. بدك ياني يا أفندي هلأ آخذ مثل هيك قرار وارجمهم منشان يدخل اسمي بالتاريخ الأسود لدولتنا؟ اكتب قرار الحكم: قررنا التالي، يرفع المتهمان فلقة ويضربان 100 ضربة، أو يدفع كل منهما 50 ذهبية، فكل ضربتي عصا يستعاض عنهما بليرة ذهبية. إن شاء الله تكونوا هيك رضيانين وبالكن مرتاح. وافي عندك؟ نعم عفيفة خانم. في رجالين برا بدهم يتقدموا إليك ويطلبوا إيدك. تعي معي، خليهم يشوفوكي وانتي قرري. شو بكي واقفة؟ احترت شو بدي اقول له عن جد. سألني هيك فجأة، قلت له ولدت وهي ميتة، بس شكله ما صدق اللي قلته. الله يستر. سلطانة، برأيي إذا حكيتي له الحقيقة بيكون أفضل. لا، إذا بيدرى إبراهيم وبيوصل له خبر بالموضوع اللي صار مستحيل ما يروح يدور عليها. ما بدي أرجع أعيش نفس العذاب يا ألفت. بلكي شي يوم عرف بيهسر. شو موقفك وقتها؟ مستحيل، لأنه هالشي ما في غير أنا وياكي منعرفه، وما بظن أنه بيعرف. لا تنسي الداية والمرضع تبعها، هدول برأيك ما في منهم قلق؟ اتنيناتهم واثقة فيهم، أكيد ما بيحكوا. أنا عم ذكرك بكل الاحتمالات اللي ممكن تصير.